وللمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس. دكتور أيمن، بعد التحية، يعني اعتراف جديد بالدولة الفلسطينية، أرمينيا تنضم إلى قائمة الدول المعترفة بفلسطين كدولة مستقلة، برأيك ما أصدى هذه الخطوات وتداعياتها على المستوى السياسي والقانوني؟ بعد تحليلك أختي الكريمة والسادة المشاهدين الكرام، بالتأكيد هذه جزء من انتصارات معنوية. أنا أعتقد هذه الاعترافات تأتي انتصارا لدماء الشعب الفلسطيني الذي طبعا روى أرض فلسطين خلال طبعا سنوات نضال طويلة، وآخر 9 أشهر طبعا شهداء يقترب من 38,000 شهيد. أعتقد العالم مل من بصراحة إدارة الصراع، وأنا الأول طبعا لحسم هذا الأمر وحل الصراع بشكل كامل جدا. اعتراف طبعا اليوم أرمينيا يضاف إلى اعتراف سابق لعدة دول أوروبية، اعتراف على رأسها أسبانيا، النرويج، إيرلندا، إضافة إلى سلوفينيا وفي الطريق مالطا. كل هذه الأمور تأتي في سياق طبعا رفع معنويات الشعب الفلسطيني، وأيضا في رؤية أخرى تحدي لإصرار الاحتلال على رفض حل الدولتين. يعني الجميع يعلم أن من يحكم داخل تل أبيب يرفضوا حتى فكرة حل الدولتين. طبعا نحن نعلم أن هذه الاعترافات لا تغير شيء على الواقع، لأنه على الواقع هناك احتلال يصر على البقاء واحتلال الأرض وقتل شعبنا الفلسطيني، رغم طبعا إصرار المجتمع الدولي على ضرورة حل الصراع وقيام الدولة الفلسطينية. دكتور أيمن، يعني ذكرت حضرتك أنه في بداية حديثك أنه انتصار معنوي للمقاومة الفلسطينية وللقضية الفلسطينية، هل ترى أن هذا الاعتراف هل هو يعني إجراء رمزي وخطوة رمزية ربما تتخذها هذه الدول في هذا التوقيت بالذات للضغط على دولة إسرائيل، أم أنها خطوة تؤدي يعني في وقت لاحق إلى إجراءات فعلية على أرض الواقع ومزيد من العزلة لدولة إسرائيل على المستوى الدولي؟ يعني بالضبط أختي الكريم، مزيدا من العزلة للاحتلال الإسرائيلي، لكنها قانونيا لا تحدث شيء على الأرض، لأنه في النهاية الاحتلال يعني يتجاوز كل القانون الدولي. يعني عندما يقف مندوب دولة الاحتلال على مصر المتحدة دانون ويمزق ميثاق الأمم المتحدة، وبعد ذلك يقول عندما يتم إضافة دولة الاحتلال لقائمة العار أو القائمة السوداء طبعا لاستهداف الأطفال، يقول أننا سنحاكم أمين عام للأمم المتحدة، سنحاكم المتحدة. هذه دولة خارجة عن القانون. هذه الاعترافات الآن هي كما أشرنا اعترافات معنوية، انتصارات، انتصار للدم الفلسطيني الذي نزف خلال 76 عاما من الصراع، ولكنها أنا أعتقد هذه ستزيد عزلة الاحتلال. لذلك رأينا الاحتلال مباشرة عندما يكون هناك اعتراف من أي دولة بفلسطين، نرى أنه يهاجم هذه الدولة، يستدعي سفيرها، يرسل رسائل شديدة اللهجة، ولا يقف على ذلك، يهدد بأنه كلما كان هناك اعتراف طبعا دولي بدولة فلسطين سينشئ مستوطنة جديدة، وهذا أكد عليه سموتريتش الذي أصبح الآن هو بمثابة الحاكم العسكري للضفة الغربية. نعم، أشكرك جزيل الشكر الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس.